بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ الدكتور محمد نبيل عطا، أستاذ الأمراض الباطنة والغدد الصماء بكلية طب جامعة الإسكندرية، وسكرتير الجمعية المصرية للبدانة والغدد الصماء. أنا الحقيقة الموضوع اللي أحب أتكلم عليه هو كان نتيجة لمجموعة من الحالات في خلال السنة اللي فاتت ديت قابلتها، إنما كلها كانت اشتركت في حاجة واحدة اللي هو نقص السكر في الدم أو غيبوبة نقص السكر في الدم. من الأسباب اللي معروفة أو مشهورة أو لنقص السكر في الدم طبعا لما يكون مريض السكر بياخد الأدوية، وبعدين بعد كده يا إما الأدوية دي بتكون الجرعة أزيد من اللازم يا إما بياخد الدواء وما ياكلش، فبيحصل عنده نقص مرض السكر. ودي العلاج بتاعها بيبقى سهل، يعني بنحاول ايه نرتب الحقنه مع ميعاد الاكل مع ميعاد ايه الحقنه حد كده. انما الموضوع اللي هممني اكتر، لا العيان مش مريض سكر، انما رغم كده بيجي له برضه نقص السكر في الدم. والخطوره في كده ايه، ان هي بتبقى في الاول اعراض غير محدده، يعني ممكن تختلق تحط اعتبارات كتيره، مثلا يبقى ايه مش مركز قوي، طريقه الكلام تبقى مش مظبوطه، تحكمه في الحركه برضه مش مظبوط، وفي ساعات لما بتبقى بتهمل ممكن توصل لمرحله ان بيجي له ايه تشنجات. ونيجي نبص ونعمل تحليلات كتيره، اشهرها طبعا نعمل رسم كهربائي للمخ عشان نشوف سبب التشنجات دي ايه، ونعمل رنين مغناطيسي، ونعمل مش عارف اشعه مقطعيه وحاجات زي كده. وبعدين بننسى حاجه مهمه قوي، ان اثناء النوبه اللي هو بيشتكي بيها العيان ان هو مش موزون، ان هو لخبطه في الكلام او هيبتدي يخش في غومه، ان احنا ناخد عينه من الدم ونقيس فيها السكر. وفي الحالات دي عادة بنلاقي السكر قليل قوي، السكر في الحالات دي لما بيقل عن 50 ميلي جرام بير ديسيليتر يبقى معنى كده ان العيان ده عنده فعلا نقص سكر في الدم. نبتدي نسأل نفسينا طب ايه أسباب نقص السكر في الدم ديت؟ احنا عرفنا خلاص ان وايه اللي أرجع ليه حد كده؟ عشان نعرف الأسباب طبعا مهم قوي ان نيجي احنا عندي في مجموعه من الهرمونات بتتحكم في المستوى الطبيعي للسكر في الدم، اهمهم هرمون الانسولين وده بيقلل السكر في الدم، وبعدين هرمونات تانية بتبقى بتعمل عكس الانسولين يعني ترفع السكر في الدم، اهمها هرمون الكورتيزول وهرمون الغده النخاميه اللي هو هرمون النمو والهرمون برضو بتاع الغده الدرقيه، دول بيرفعوا السكر في الدم. فاول حاجه العيال لما بيحس انه عنده ابتدت الاعراض دي تبان كده، وبعدين لما بندي له شويه سكر بيخف وبيفوق، يبقى خلاص دي علامه اكيده ان الحاله اللي هو كان فيها كان سببها نقص السكر. العينه اللي اخذناها وحللنا فيها السكر في الدم ولقيناه قليل، لازم نقيس فيها مستوى هرمون الانسولين عشان ده هو اهم هرمون بيقلل ايه السكر. لقينا هرمون الانسولين عالي، نبتدي نسال نفسنا طيب هو عالي ليه؟ هو عادة بيفرز من البنكرياس، فلازم أي عامل أشعة سواء أشعة بالموجات فوق الصوتية أو أشعة بالرنين أو أشعة بالكمبيوتر، وابتدي أشوف البنكرياس. عادة بنلاقي فيه ورم صغير كده، يعني عادة بيبقى أقل من سنتي أو 2 سنتي، والعلاج الحقيقة الناجح في الحالات دي بيكون اللي هو الجراحة، إن هو يتشيل الورم ده. انما في بعض الحالات ممكن ايه ما تقدرش تعمل العمليه، اما للتكلفه يا اما حالته العامه الصحيه العامه ما تسمحش، فممكن بنلجا لبعض ايه الادويه اللي هي ممكن ايه تحمي او تحمي الانسان من زياده هرمون ايه الانسولين. الادويه ديت في منها اللي بتاخد بالحقن وفي منها اللي بتاخد ايه بالفم يعني، بس للاسف أدوية مكلفة وبعدين مش موجودة عندنا في مصر كلها، يعني لازم إيه بنبعت إيه نستوردها. إنما الحقيقة بتبقى مفيدة إن هي بتريح العيان من نوبات نقص السكر، ولكنها إيه لازم نمشي بيها على طول. إنما العلاج الشافي اللي هو إن إحنا نشيل الورم ده. لقينا في مجموعة تانية بقى من نقص السكر الإنسولين عندهم طبيعي أو حتى قليل. طب ليه بيجيله نقص سكر؟
هنشوف الهرمونات اللي هي مسؤولة ترفع السكر، اللي هي هرمون الكورتيزول وهرمون النمو وهرمون الغدة الدرقية. نلاقي عنده نقص في هرمون الغدة الدرقية نديله العلاج، نقول علاج هرموني تعويض. عنده نقص في هرمون النمو نديله الحقن بتاعت هرمون النمو. عنده نقص في الكورتيزول نبتدي نديله ايه الكورتيزول، وده برضه هيبقى بيمشي عليه ايه فترة ايه طويلة. انا بحب انبه قوي الامهات او العائلات ان يخلي بالهم ان الاولاد الصغيرين غيبوبه نقص السكر عاده الطفل بيجي بتشنجات وبيبقوا مش عارفين او مش قادرين يفسروا لها. فمن فضلك مجرد ان ابنك بيجي له تشنجات متكرره زي ما هتعمل له رسم مخ، من فضلك اعمل له عينه بسيطه وقيس مستوى ايه السكر في الدم، وبعدين بعد كده ده لازم ايه يتحول لاخصائي الغدد السمراء.